فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما خير لطالب العلم، أن يعمل وينشغل عن طلب العلم أم يتفرغ وينفق عليه أحد من الناس؟ يجمع بينهما، يعمل ويطلب العلم، يعمل في فترات ويطلب العلم في فترات، كما الصحابة يعملون بالليل ويطلبون العلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار، وكذلك كان طلبة العلم في نجد إلى عهد قريب كانوا يشتغلون بالليل يطلبون الرزق، يحملون الماء يجيبون للبيوت لأجرة، ويطلبون العلم على المشايخ. نعم.